أينما كنتم لكم التحية. وصلنا لفقرتنا الأخيرة من صباح الشروق، حنمشي شرق السودان. البيجا وما أدراك ما البيجا، تراث. ما زالت عن القبيلة. البيجا هي المعونة الواسع، لكن البيجا جوا بطون. حنتكلم عن 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 هذا المكون الثقافي البيجاوي بشكل خلينا نتعرف عليه عن قرب، ونصلح بعض المفاهيم الممكن تكون خاطئة. وأنا سعيد جدا بأن يكون ضيوفي معي الليلة في الأستوديو نوارة الجيلاني، الأمين العام لمركز البيجا الثقافي بالخطوم. صباح الخير عليك. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم، وإحنا سعيدين بأنه الليلة إحنا كنا ضيوف معكم. تسلم يا رب. وأيضا حيكون معي الأستاذة نعمات حسن، هي الأمين المالي للمركز. سهلا بك. حبابك أستاذ محمد، وحباب الأخوان وكل الأصطاف العاملين في صباح الشروق. وأنا سعيدة أن أكون بيناتكم عشان نصلح كثير من المفاهيم زي ما أنت قلت، نوضح كل المعلومات عن مكون البيجا وشرق السودان. ممتاز. طوالي نحابده السؤال المباشر، شنو يعني لما نقول بيجا؟ يعني طوالي ما تقول بيجا، طوالي بتبادر لذهن الزول أنه يا هاد أندبي. المهم هو من هناك، بن عامر، هو حباب، هو حلنقاوي. يعني ما المفهوم ده عاوز شويه تفكيك. يعني ممكن اسؤال لكم الاثنين تجاوبوه، يعني تفضل. طيب، اول البيجا هم شعب موجودين قبل التاريخ وقبل ميلاد المسيح تقريبا ب 4000 سنه. حتى الكلمه بتاعت بيجا او ميجاو هي كلمه اطلقها عليهم الملك الفرعوني، لانه كانوا هم شعب اقوياء وكانوا يعني في الحروب، وكانوا يغاروا على المناطق بتاعت عند مناطق ذهب، فاي زول كان يحاول يغير عليهم كان هم يعني بينتصروا عليه، وكانوا عموما في الحروب هم بيكونوا بيستخدموهم. فكانوا هم يعني شعب موجود قبل الميلاد المسيح في المنطقه دي، موجودين هم من العمق المصري والأراضي السودانية وحتى العمق الأريتري. بالنسبة للشريط الطولي، بالنسبة للشريط العرضي هم موجودين من نهر النيل اللي هو في عطبرة لمن ساحل البحر الأحمر. المنطقة دي كلها هي مناطق شعب البيجا. طبعا التقسيم الحديث للدول جاء بعد الشعوب دي، فاتقسمت بعد كده، دي أريتريا، دي السودان، دي مصر، دي كده. لكن هم أصلا موجودين في المنطقة دي، يعتبروا من أقدم الشعوب الأفريقية الموجودة. طبعا هم على مدار التاريخ يستحيل أنه يكونوا هم نفسهم البيجا الموجودين الآن. هم نفسهم الموجودين قبل 7000 سنة أو 12000 سنة. أيوة، الناس اتزوجت وتلخبطت وكده. لكن يعني يعتبروا من 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 أكثر الشعوب اللي حافظت على الإرث بتاعها، على السحنة بتاعتها، على اللغة بتاعتها. حتى حاليا كثير من الكلمات الموجودة في المعابد الفرعونية إلى هذه اللحظة البيجا بيتكلموا بها. يعني ممكن طلاسم كثيرة تتفكى بأنه الرجوع للغة البيجا، بتفكى لنا طلاسم كثيرة موجودة في 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 المعابد الفرعونية. حاليا البيجا هي المظلة الكبيرة للشعب، مكون من عدد من النظارات وعدد من العموديات المستقلة. حاليا نظارات البيجا اللي هي اكبر نظارة الهدندوة، بعدين المرأر، البشارية، العبابدة، الحلنقة، دي النظارات حقت البيجا. العموديات المستقلة في الأشراف، في الأرتيقة، في الحسناب، في النوراب، في الكميلاب. دي هم التقسيمات بتاعت البيجا الحالية موجودة. اللغة نفس اللغة كلها، لغة واحدة، كلهم لغة واحدة. نعم. اللي هي اللغة البيجاوية، لكن دي البطون البداوية، دي البطون بس. لكن لغتهم هي اللغة البيجاوية اللي هي البداويات يقولوا لها. كل المتحدثين بالبداويات هم بيجا، ودي التقسيمة بتاعتها الحالية موجودة، لكن طبعا دي أكيد تبدلت على مر. إذا عندك إضافة. والله زي ما قالت نوارة، يعني هي طبعا قبائل البيجا القديمة، ما هي الجديدة الموجودة دي. الناس اتداخلت اتعايشت باعتبار ان هي قبائل موجودة في الصحراء وموجودة في الساحل. يعني يمكن في كثير من الاثنيات المع سودانية زي الهنود، المصريين، الناس اتزاوجت مع بعض وكونوا النسيج الجميل الموجود الان في شرق السودان. يعني طلعوا هذه الخلطة. انت قلتي انه الناس محافظة على اللغة لسه، يعني الى هذه اللحظة. هل الاجيال الجديدة محافظة على اللغة؟ لأنه مثلا الحلفاويين بسبب التهجير في أجيال ما بتعرف اللغة الأم. يعني الحاجة دي برضو حصلت للبيجا بشكل أو بآخر.
والله حاليا طبعا بدأت تحصل يا داب انه الاجيال الحاليه دي اللي هي في المدينه او سافرت برا او كده ما كلها بتعرف اللغه بتاعت البيجا، لكن الوالدين حريصين انه هم يربطوهم بلغتهم الام. ما بعتبر حاليا انه في ظاهره بتاعت انه ما في معرفه بتاعت لغه، لانه بتكون يعني نادره ما زي بقيه الشعوب، يعني ما زلنا احنا محافظين على اللغه بتاعتنا بشكل كبير الى هذه اللحظه. لانه انا بعرف ناس يقول لك انا بفهم لكن ما بقدر ارد. يلا يا استاذ محمد، في الحته دي بالتحديد يمكن احنا عندنا هناك في شرق السودان تحديدا في البحر الاحمر مثلا عندنا احياء بيور هي بيجا، وفي احياء هي خليط من مكونات السودان الثانيه وبيجا، فسبحان الله البيجاوي يؤثر ولا يتاثر، فبنلقى كل الموجودين عندنا اخذوا عاداتنا في الزواج والتقاليد وفي زينا. ايوه في زينا بجد يعني اخذوا زينا، وهسه كثير يعني مناسبات بيطلبوا منا انه احنا نعمل لهم السنكاب حقنا وعاداتنا وتقاليدنا دي، وبعد ذاك حتى برطن يعني تلقى ناس عايشه معانا يمكن في ناس السكه في ايوه ناس بالضبط. السكه حديد تقريبا ناس الشماليه بتلقى الرباطات، احنا قريب ده عرفنا انه هم ما بيجوا برطنوا بيلبسوا لغه ايوه كل التفاصيل ايوه فهي جد يعني مكونات رائعه وتمازج جميل جدا موجود في شرق السودان. طيب طالما جينا للعادات والتقاليد نتكلم عن مراسم الزواج ومراسم الممات يعني ايوه يعتبر انه الحاجتين دي الملازمات للانسان يعني اللي هو الموت والزواج. والزواج نبدا بالزواج، كيف يعني شو التفاصيل الدقيقه اللي بتحصل طبعا وانا جاي اتقدم يعني؟ نعم هي البيجي طبعا زيها وزي بقيه قبائل السودان يمكن هي بتتميز في الناس في السودان عموما بيختلفوا في تقديمات المهور في التسميات في الطقوس ذاتها من قبيله للثانيه. في البيجا نحن عندنا طبعا بيجو البيت بيتقدموا لها من والده، لكن والده ما بيكون عنده السي او القول الاخير في الموافقه او الرفض طبعا، بعد يتم مشوره الاولاد العم والاقارب والعمده والقبيله وانه الزوله دي خلاص يعني احنا ونحن موافقين. وكان زمان ما بيطلعوا من الاطار بتاع ود العم، اذا كان موجود ود الخاله وود العم بيفضلوا ود العم يعني باعتبار انه هو سند القبيله وهو بيشيل اسم القبيله وكده يعني زيه وزي بقيه السودان. فبعد ذاك المهور ذاته في عند قبائل البيجا بتختلف، يعني في مهور الناس بيقدموا فيها الذهب وفي ناس بيقدموا البهائم، واكثر الناس بيقدموا البهائم الابل بالضبط كده. طبعا المره هناك عندنا قيمه عاليه جدا يعني او ام العروس فيقدموا لها 12 من الماعز والضان كهديه انه هي دي الام الربة البدي وكده. وبعد ذاك الوالد ذاته الاب يكون عنده جمل وفي جمل واحد برضه يكون مشترك ما بين الزوج والزوجه، ديل براعوه للاولاد في المستقبل وكده. دي بالنسبه وعندنا العادات بتاعت السنكاب طبعا عاده معروفه جدا كميه من النسوه بيقعدوا مع بعض في حلقه بيمدحوا في مديح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بربط السنكاب هو عباره عن سعف وعلى قطع من الخشب، والخشب ذاته بيكون مختارين انه يكون نوع من الاخشاب الخضراء عشان حياتهم تكون مخضره وكده. فيجيبوا السعف ده بيربطوه بالحبال بتاعت الصوف اللي بينسجوه من الماعز والحرير الملون. وبعد ذاك بيركبوه في بيت العريس، وواحد ثاني بيكون قاعد في بيت ام الزوجه يعني. ممتاز. حنجي راجعين عندنا نموذج من البيجا اللي هي تراثيه حنشاهدها مع بعض، ونجيك بعد ذلك نشوف وضع المراه ذاته في القبيله شكله كيف. نشاهد ونعود. كده موزا عبرك نوتي دبنا وقنا ونيم شامعين وافين هنا دير وفراسة اوي ما قرا تدي موسى عبروك نوتي دبنا وقنا واني بشامعين وافين هنا دير وفراسة اوي مرمامنا Yeah.
بدير وفراسة أوي باكرة تمام. التحية للفنانة الجميل وآمنة و في أمريكا وتعمل إنتاج عظيم وكبير جدا بالذات فيما يخص التراث البجاوي. تحية لك بامنا إذا كنت بتشاهدنا. نعود لضيوفنا. وقفنا عندك في مراسم الزواج. نيجي بعد ذاك للمرأة، وضع المرأة ذاته في القبيلة. يعني صوت مسموع لها تحد، بتقدر تتخذ قرارات مع الرجال لها تحد. يعني ده برضو الناس في فهم مغلوطة كثيرة جدا نعرفها يعني. نعم. المرأة البجاوية عموما مرأة يعني مقيمة. قد تكون الثقافة عموما تجاه المرأة في أغلب الدول إنه هي تكون مضطهدة، لكن إحنا عندنا في شعب البجا المرأة على عكس الكلام ده، هي مغيمة عندها مكانة. حتى إنه زمان كان النسب بالأم ما بالأب، يعني كان بينتسبوا بالأم. حاليا إنه مثلا أهل الأم بيحتفوا بالانتماء بتاع الأطفال، بيورثوهم، بيدوهم أرض. المرأة عندها كلمة في الزواج حق أولادها، عندها كلمة ترفض كلام يمشي يعني. أيوة. المرأة ذاتها أم البنت مثلا عندها كلمة. بيكون عندها رأي في زواج بنتها، بيكون عندها لما يجي الزواج بيكون هي برضو عندها يعني القسم الأكبر من المهر، من الهدايا ومن المهر باعتبار أنها هي ربة البنت دي. عندنا عادة إنه لو في مثلا ناس مختلفين وجات مره مثلا اصلا مره ما بتكشف راسها، ما بتكشف وشها عندنا نهائي. صحيح. فلو جات مره ماشيه وفي مشكله مثلا حاصله، فممكن تقوم تنزل الثوب من راسها، المشكله خلاص المشكله تنتهي طوالي. تنتهي. حتى لو زوج رافع سكين حينزلها. لانه عشان كده بقول لك ود المجرم. ايوه اكراما، لانه ما في مره المفترض انها هي تكشف. كشفت راسها الموضوع انتهى خلاص. الموضوع انتهى خلاص. نعم. فمن اكثر الشعوب اللي بتقيم المراه هي الشعوب البجاويه. يعني حتى بيقولوا انه زمان كان في حاكمات او كان في ملكات من البجاويات. نعم. فالارث بتاع انه هم كانوا ملكات الى هذه اللحظه موجود في التعامل في الطريقه بتاعت مكانه المراه في المجتمع. نعم. يعني ممكن تقول انه يمكن شويه الرجل مضطهد معانا اكثر من المراه من كثره ما انه هي ماخذه حقوقها. يعني البكا تكون الوفاء هي نفس الطقوس تخص السودان كله ولا الاختلاف؟ نحن عندنا زي ما قلت لك يعني نظام تعاوني غريب عند البيجا. يعني في الافراح وفي الاتراح طبعا بتقدم مساعدات للناس اللي حاصل لهم الحدث. اللي هي طبعا بيجوا بيدوا حاجه اسمها قاعديت. القاعديت دي بتكون في شكل بهايم مساعده اللي هو لكن كشف. طبعا المسمى ده ايوه المسمى بتاع قاديد ده بيختلف عندنا في الافراح هناك. الافراح طبعا بيقولوا له الهجين. الهجين هي مساعده بتقدموها للعريس. نعم. بتكون عباره عن مبالغ ماليه كل قبيله او مجموعات او اسر محدده بيقدموا هدايا. نعم. في شكل بهايم، في مواد عينيه او مبالغ ماليه. في الوفاء نفس الطريقه. قاديد القاديد دي برضو مجموعه من المكونات او القبائل الموجوده باسمها او باسم افراد او اسر بيقدموها لاهل الميت. هي نعم. بيكون حاجه تضامنيه منهم في انه يرفعوا عنهم او يواسوهم في مصابهم اللي حصل لهم ده. تمام. نحن لو سمحت لي يا استاذ محمد، كان نواره ذكرت لك الحته بتاعت انه المراه بتكشف راسها في الحروب او في الغطاء. هي طبعا بتحاول توصل رساله للطرفين المتنازعين انه انتوا لو هلكتوا في الحرب دي او في المشكله دي احنا حنتعرى ونحن حيكون مكشوف حالنا وكده. يعني فقدت رجال القبيله بسبب الحرب. دي اشاره بمنتهى الذكاء يعني. بالضبط. سؤال اخير ونتكلم عن المركز شويه، ما يقدمه وموقعه عشان الناس كمان تاخذ فكره عامه يعني. نعم. مركز البيجا للتنميه الثقافيه مركز اتكون هنا في الخرطوم. نعم. قبل اكثر من 3 سنوات. الغرض منه انه احنا عندنا يعني اول مشكلات الحاصله هسه. نعم. عموما في السودان مشكلات في الهويه السودانيه. صحيح. الثقافه السودانيه. نعم. حكايه انه التكوين انه احنا مثلا دوله عربيه ولا دوله افريقيه ولا انا عربي ولا انت عربي، دي هي المشكله. ما في زر راضي بالثاني. ما في زر راضي بالثاني.
فهي دي المشكله، عملت المشاكل وعامله الخلافات. فمن ناحيه سياسيه كل زول حيكون متزمت برايه. صحيح. احنا حبينا يعني احنا كشعب بيجا انه نربط العاصمه بمناطقنا، نقوم نعمل فعاليات هنا، نعمل فعاليات هناك، نجيب نعمل ندوات، نعمل دورات تدريبيه، نعمل ورش سيمينارات عشان نربط شعب البيجا بباقي السودان. حاليا في صدد عملنا كان معرض السنه اللي فاتت شهر 2، شاركنا في اللي هي المعرض بتاع الولايات، كان مقام في المتحف الحربي ضمن احتفالات الجيش بعياد الاستغلال. عندنا هسه مشاركه مع النيل الازرق. اوكي. عندنا برضه مشاركه ان شاء الله مع الهوسه. ممتاز. فشغالين انه احنا نربط شعب البيجا، ده هو الاساس، الحاجه اللي خلتنا نعمل المركز في الخرطوم. نربط شعب البيجا ببقيه السودان، ونتمنى انه باقي السودان يعمل نفس الحاجه دي عشان نصل لحته وسط نقدر الحاجة اللي ما حصلت بالسياسة نقدر نعملها بالفنون. بالفنون إن شاء الله. هي ما فنون بالتحديد، لأنه إحنا ما معتمدين على الغنى وكده، يعني دي من حياة، لكن معتمدين على الحتة بتاعت التوعية، التنمية، التعليم، التسغيف بالاختلافات الموجودة في السودان. عبر المركز اشتغلنا دورات تدريبية في البحر الأحمر، لكن مركزين هنا عندنا مشروع اللي هو الانتقال من القبيلة للدولة. اشتغلنا وكان مع المفكر الأستاذ أحمد الجيلاني. كان شعب البيجا كأول نموذج إنه كيف نقدر نصهر الشعب ده في بقية الدولة، ننقله من حكاية إنه هو في الحيز الصغير للقبيلة إنه هو يكون في السودان. الحاجة الثانية شغالين هسه حاليا برضو في الأمن الثقافي القومي. الاسم يعني أمن، لكن هو الموضوع إنه موضوع هويتي ده، إنه هو إحنا دايرين نسبة الهوية السودانية، ما قدر نمسح حاجة اسمها قبيلة، لأنه القبيلة هي الشفرة بتاعت الإنسان. أنت لما تقول لي قبيلتك أنا بعرف أنت بالضبط أنت منه. لكن دايرين القبائل دي نلمها كلها عشان نقدر ندخل نعمل بها مدخل لأمن ثقافي يعم به السلام بإذن الله في ربع السودان. كلمة أخيرة. أكيد، والثقافة طبعا يا أستاذ محمد هي الحاجة الوحيدة اللي بيتفقوا عليها جميع الشعوب بكل مكتسباتهم يعني. صحيح. وإرثهم الموجود. فنحن كثير يمكن في مشاركات بتجي باسم شرق السودان لاحظنا انه كثير من الفرق الاستعراضيه، كثير من المؤرخين قاعدين يخطئوا يعني بيكون بطريقه غير متعمده في اخطاء بتحصل يعني سواء كان في التاريخ او الثقافه البيجاويه وكده. فنحن حابين يكون عندنا تواجد في المركز نصحح كثير من المفاهيم، نزيل الهوى الكبيره الموجوده ما بين شرق السودان وبقيه مكونات السودان. ونحن معك. السودان. نحن معك. والله يا حبابي. ان شاء الله محافظه على اللغه الام. اكيد اكيد. انت شكلك ما خالص. اكيد لا يعني الحاجه بتفهمي لكن ما بتقدري تردي صح؟ صحيح. يعني من الحاجات الجميله في الموضوع احنا حتى اولادنا يعني ربيناهم على انه هم يتكلموا اللغه البيجاويه، يعني نربطهم باصولهم وبحاجاتهم كذا محافظين عليها. واللغه البيجاويه الان تدرس في جامعه البحر الاحمر، ويمكن هي لقوها مفتاح لكثير من الحاجات اللي كانت موجوده من المعابد. في المعابد ما قدروا يقولوا. طيب يا اخي، طيب في ختام هذه الحلقه انا عندي كلمه قاعد اقولها للمشاهدين طوالي، خلوا بالكم من روحكم وابعدوا من المشاكل، تقوليها للناس في الكاميرا دي باللغه البيجاويه. والله الختام الختام منك انت اختم الحلقه. والله يا استاذ محمد اشكرك، انا حابه اشكر قبل ما اقول الكلمه بالبيجاويه، حابه اشكرك وحابه اشكر اخونا سراج الدين. تسلمي. والتحيه هنا لاخونا هشام عباس او هشام بورصدام، يعني هو يمكن ربطنا بالحلقه دي. واشكر كل القائمين على الحلقه دي انه تحتوا لنا الفرصه انه احنا نعبر عن حاجاتنا ونوضح افكارنا اللي احنا شغالين عليها. واقول لاهلنا يعني ودهيونا يتهيني مهنيك السلام عليكم. والله هنيني انا امس بثقافاتين وتراثون وهو النهايه فهو هديبتي وقريوكنا دا اكرم اكينا وحافظوا على حاجاتكم. ابعدوا من المشاكل وخلوا بالكم من روح. السلام عليكم. تسلم تسلم يديك العافيه. جنني بزمان.
رزيفة مرة.